الله يصطفل فيك يا فرحان يا ابن نوال، شفتوا شو عم يعمل فيني؟ شلون عم يأجر فيني؟ اول ما اجانا اجانا تقولي القط اكل عشاء، شفتي قديش مخبى بثيابه؟ لك انت مو رجال انت؟ انا رجال. لك شلون بيخطف اخوك واعد وشه؟ شلون صاي؟ شلون هيك زمان؟ اخ شو اعمل هلا؟ شو ساوي بحالي؟ شو بدك تعملي امي؟ امي اعطيه حقه. لك شو حقه؟ لك هبلة؟ لك شو بدي اعطيه؟ ليش كل مرة نحنا رح يضحك لنا الزمان ويربحنا ورقة يا نصيب؟ شو اعطيه؟ ينعطلت شي الهي ولي على عيونه. لك خايبة؟ لك انتي ما عرفتي تبلفي بكلمتين زراف وتضحكي على عقلاته؟ لك سمار؟ لا تكوني متآمرة معه او تتآمري على امك. لك سمار؟ معقول امي؟ شو عم تحكي انتي؟ ما احلاني اتآمر عليك يا امي مشان شوية مصاري. هدول شوية مصاري؟ احمد هدول شوية مصاري؟ لك احكينا اشرح له الا فهمها شو يعني 20 مليون. هدول يعني 20 مليون يعني. امي هلا انو اهم عندك؟ اخي محمد ولا شوية مصاري؟ لك انتي من صفه انتي، اشتراكي بكلمتين؟ لك هبلة مطمعك بشي؟ لا تصدي عم يضحك عليكي. اخ يا ابني يا محمد وين لاحشك؟ وين زادتك بلا اكل وبردان؟ بردان يبعث لي عمه. بدك اكسر راسي؟ لا انا راسي ما بيتكسر، ما بيتكسر. بده يجيب لي ابني ومالي عطيته شي. شو له عندي؟ مالي عطيته شي، فهمتي؟ امي ما في حل غير نخبر الشرطة. ايه اتصل بالشرطة قل لهم خاطف اخي وما بيرجعه الا لحتى نعطيه 20 مليون، بركي بتختخ بالحبوس. امي افرضي اثبت انه المصاري اللي معنا له حصة فيهم. ما في اثبات. احمد ما تتصل، ليش دائر؟ ايه مو لتتفقوا بالاول؟ بعدين صحيح امي بركي اثبت انه له نص الورقة. شوفي انا اذا سألوني الشرطة ما بكذب. ايوه ايه وانا كمان. وانتي امي اذا حلفوك يمين الشرطه شو بتساوي؟